زملاء ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، نرحب بضيوفنا الكرام، بداية محمد طلال رئيس لجنة التواصل الإعلامي لنادي الوداد الرياضي، محمد الجندي مسؤول التواصل الإعلامي لنادي الرجاء الرياضي، توجد معنا أيضا نجوم لكرة القدم المغربية السابقين في مقدمتهم حسن نادر هداف الدوري المغربي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وكذلك نجم المنتخب المغربي وهداف دوري البرتغال يحترف مع الأندية العالمية المنتخبين المنتخبين وفرنسي البرتغاليين وكان هدفا للدوري البرتغالي. نرحب ايضا بنجم الوداد السابق محمد برجي. محمد برجي توج مع الوداد الرياضي عن 2006 بلقب البطوله الوطنيه، وكذلك توج مع فريق الجيش الملكي بنفس لقب. مرحبا محمد برجي ايضا. اذا لم أقل عليكم زملائي الكرام، أيها الحضور الكريم، أعطي الكلمة في البداية للسيد هدام الرومي مدير المدرسة الوطنية للميكانيك والكهرباء لتقديم دورة هذه السنة الأولمبياد الرياضي للمدرسة العليا الوطنية للميكانيك والكهرباء الذي سيفتتح الندوة بكلمة تقديمية عن الدورة. مدارس المهندسين على الصعيد الوطني والتي ستضم هذه السنة 27 مسابقة رياضية، جميع أنواع الرياضية الجماعية والفردية، وستعرف حوالي 3000 طالب إن شاء الله على الصعيد الوطني. جميع مدارس المهندسين من جميع المدن الوطنية وجميع الجامعات وجميع مدارس المهندسين التابعة للجامعات على الصعيد الوطني كذلك. وهذه السنة إن شاء الله تنتمنى باش تكون في احسن ظروف كالسنوات الماضيه، والتي عرفت كل سنه مشاركه مهمه، وهذه السنه تنتمنى ان شاء الله باش تكون النتائج رياضيه مهمه بين الطلبه، ويكون ذاك الجو التنافسي اللي موجود على الصعيد الدراسي يكون كذلك الجو التنافسي، وتنتمنى باش يكون طابع الروح الرياضيه تطفو على هذا الجو التنافسي تاع المدارس المهندسين. الحمد لله ان شاء الله هذه السنه غادي نوصلوا بها للدور 17، ونتمنى ان شاء الله تمشي بعيد هذه الاولمبياد في السنوات المقبله. وتشكر جميع الرياضيين الحاضرين معنا اليوم، وكذلك الصحافه المكتوبه والمسموعه والمرئيه اللي موجودين هذا اليوم، وتنتمنى ونرحبوا بهم في المؤسسه ديالهم اللي هي مدرسه المهندسين اللي هذه السنة تتعرف 30 سنة من الوجود، لأن المدرسة الوطنية عرفت الإنشاء ديالها سنة 1986، والتي عرفت حتى الآن فاتت أكثر من 300 مهندس اللي تخرجوا هذه المؤسسة، واللي الآن موجودين على الصعيد الوطني الدولي في مراكز مهمة من القرار بالمؤسسات الخاصة والمؤسسات العمومية على الصعيد الوطني والدولي، واللي كذلك هذا المؤسسة تتعرف واحد مركز البحث اللي كذلك تعرف إشعاع الصعيد الوطني والدولي، وكذلك مجموعة
من الاشياء اللي تتهم المؤسسه اللي قلتلكم طالب عليها من بعد. تنشكرهم جدوا الشكر الجميع في حضورهم من طلبه وموظفين واساتذه وكذلك مره اخرى اصدقائنا وكذلك الاغلبيين اللي شرفوا المؤسسه ديالهم هذه في الحضور. وتنتمنى لكم اولمبياد تكون ان شاء الله ناجحه هذه السنه. ونقول بسم الله نعطي انطلاقه هذه الاولمبياد. شكرا للسيد مدير المدرسه الوطنيه للكهرباء والميكانيك سيد مدرومي على كلمته القيمه الافتتاحيه لدوره اولمبياد هذه السنه الاولمبياد الرياضي للانسان. اعطي الكلمه الان لمدير الدوره مدير اللجنه التنظيميه سي انس الزهري رئيس بادي أبي بل أرحب بالصحافة الموجودة، أرحب بالحضور الكريم من النجوم الكبار، أرحب بالطلبة المهندسين للمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك، وكذلك أرحب بممثلين الشركات المتواجدين معنا من الشركة العامة من سيوز ومن جروب إي جي إس وكذلك فوتبيل إبنو فايما. إذا نرحب بالجميع، لا شك أن من الضروري من الواجب إعطاء نبذة على هذا المهرجان الرياضي واللي هو أعرق مهرجان على الصعيد الوطني وفي الدورة 17 ديالو. والفرحة في هذه السنة فرحتين، الفرحة الأولى كما أشار إليها السيد المدير هي فرحة الميلاد لسنة 30 للمدرسة العليا للكهرباء والميكانيكية المدرسة الحبيبة، وكذلك الفرحة الثانية هي فرحة أننا نضيف أعرق أولمبياد، وهذا شرف لنا كطلبة إنسيميين بهذا الوجود. لابد أن أشير إلى أن هذا المهرجان الرياضي هو عبارة عن تظاهرة رياضية تجمع أكثر من 30 مدرسة عليا مهندسين والمسيرين في المغرب، وقد استقطب اكثر من 3000 طالب مهندس اللي كيكونوا متواجدين معنا في هذه التظاهره، وكذلك كيكون هناك اكثر من 26 رياضه كرياضه جماعيه ورياضات فرديه. واذا كان من هذه الندوه الصحفيه هي ندوه لاعطاء انطلاقه لهذه التظاهرة الرياضية والذي هو عمل تاع 30 فرد من طلبة المهندسين، ولا شك أن الآخرون مساندين لنا بقلوبهم وبالمساندة المعنوية باش هما اللي كيطلعوا لنا هذه التظاهرة الرياضية. هاد 30 فرد لابد أن أقف معهم وأن أشير أنهم صراحة أعطوا من وقتهم القيم وبذلوا مجهودات معتبرة، وهذه هي الثمار تاع المجهودات هي بداية تاع الندوة الصحفية. ولكم الموعد غدا إن شاء الله، فتخيلوا ما شئتم، ولكن غدا سوف يكون أفضل وسوف يفوق كل تخيلات. إذا من هذا المنبر نعلن افتتاح المهرجان الرياضي للنسخة 17 للمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك. مرحبا بكم، مرحبا بكم الصحفيين، مرحبا بالشركات، مرحبا بالضيوف الكبار، مرحبا بالطلبة في هذه الندوة الصحفية، وشكرا. سيادة السيري، الكلمة لمنال الجلولي وهي أيضا عضوة في اللجنة التنظيمية، سهرت كثيرا على تنظيم هذه الدورة النسخة 17 من الأولمبياد الرياضية للمدرسة العليا في الميكانيك والكهرباء. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحيه للحضور الكريم، تحيه للضيوف الكرام. بصفتي المسؤوله الاعلاميه على هذه الاولمبياد الرياضيه للمدرسه الوطنيه العليا للكهرباء والميكانيك، نعلن عن افتتاح الدوره 17 لهذه الاولمبياد. للمناسبة أريد أن أشير كما أشار السيد أنس زعلان أن الأولمبياد للمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك تعتبر من أعرق الأولمبياد على مستوى المدارس الوطنية العليا للهندسة، وهذا شرف كبير لنا لأننا يعني ننظم كل سنة هذه الأولمبياد. لأنها فعلا ملتقى رياضي محض، لا أقول رياضي فقط بل أقول رياضي بلمسات فنية ثقافية وإبداعية. من هذا المنبر كنحيي الطلبه اللي جميعا على الحضور ديالهم، كنحيي الاساتذه اللي معنا، كنحيي المنابر الاعلاميه اللي حاضره معنا، وكنحيي اكيد الضيوف اللي معنا كاملين على التلبيه ديالهم الدعوه وعلى الحضور ديالهم يعني الوازن في هذه المؤسسه، لانها فعلا مؤسسه تستحق الالتفات الطيبه من جميع يعني من جميع الجهات. هذا من جهه، من جهه اخرى يعني هذا نداء ودعوه الى جميع المنابر الصحفيه باش يحضروا معنا لهاد الثلاث ايام اللي فعلناها اليوم وافتتحنا بهذه الندوه الصحفيه، لان فعلا هناك برامج يعني متنوعه ورائعه جدا، هناك اجواء حماسيه، اجواء رياضيه، اجواء ثقافيه وفنيه جد متميزه، وبالتالي احنا عندنا واحد البرنامج اللي هو رائع جدا. الحضور ديالكم معنا هو دعم لنا وهو اتمام لمسيرتنا الدراسيه، مسيرتنا الابداعيه. لأنني كما أشير دائما عند المنابر الصحفية هو أن الهدف من هذه الأولمبياد الرياضية هو دائما تثبيت وتفعيل مبدأ المهندس الفنان، المهندس المبدع، المهندس المتميز في محيطه والمتميز على جميع المستويات. يعني من هذا الغرض ومن أجل هذا الغرض ارتأينا دائما أن تكون هذه الندوة الصحفية حافلة بشخصيات متميزة. أولا من أجل إعطاء يعني شعلة للطلبة المهندسين على إتمام مسيرتهم الدراسية ومسيرتهم الإبداعية، لأن المغرب فعلا يستحق 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 أناس متميزون، أناس على جميع المستويات، لديهم يعني خبرة في المجال العلمي. إحنا كنا ندرسوا في هذه المؤسسة جميع يعني المهارات ديال الأساتذة، جميع الجانب التنظيمي المتميز في المؤسسة، ولكن من خلال هذه الأنشطة لها يعني دور كبير في بناء شخصية الطالب المهندس من أجل تحول إلى المهندس صانع، من المهندس صانع إلى المهندس فنان. فمرحبا بكم مرة أخرى ومرحبا بمنابر الإعلامية معنا، ودعوة لكم لتغطية الحدث فإنه حدث جد مهم، وشكرا. من الكريمة لضيوف قيمين المتواجدين معنا في هذه الندوة، أول كلمة نعطيها السيد محمد طلال رئيس الإعلام والتواصل بنادي الوداد الرياضي، تعرفوا بأن السيد طلال ظروف الوقت سيكون كلمة ونقول إن شاء الله. وشكرا للمدرسه العليا للاستضافه، كنشكر الحضور الكريم ايضا. نوجه لكم نداء راجيا منكم وقفه ترحما على المشجعين الوداديين الذين توفيا في الرباط في الحدث الاليم. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شكرا. ممكن من هذه التظاهرات اللي كنشكروا عليها أولا المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك، يمكن هي المناسبات القليله اللي غنبداو نشوفوا فيها فعلا ممارسه الحاميه دون ان تخدش الصوره العامه ديالها، مثل مظاهر ديال الشباب، لاننا اصبحنا ولو انني خرجت على الموضوع اصبحنا في كل مناسبه وكل احد او كل سبت وكل مقابله او كل مواجهه ما بقاتش غير الجمهور واحد ديال الفريق اللي كيقوم بعمليه الشباب، ما بقاتش غير الفريق في دار البيضاء ولا في بنغرير ولا في المغرب بأكمله. هذه عقلية جديدة
ودخيلة على المتتبع والمتفرج الرياضي كنتمنى سابقا وحنا كنشوف دابا تبارك الله الشباب هنا كنتمنى سابقا كل واحد فينا يحمل دور ديال انه ينبت الشباب بطريقته الخاصة. أنا مكنتكلمش على الشباب ديال اللي وقعوا البارح لأنه يمكن كاين تقارير هناك أمنية اللي كيقولوا حول حديث تسير أو أنا لست مؤهلا للحديث في هذه الأمور هذه. كنتكلم بصفة عامة لأن فعلا أصبحت الحاجة ضرورية وماسة أن نجلسوا ولا نوقفوا ولا ما عرفتش أش نديروا باش حقنا لدماء الشباب ديالنا اللي أصبحوا تبتر أعضاءهم البشرية أصبحوا يموتون هكذا بدون وجه. بالنسبة للتظاهرة كنا دائما كبرات معنا واحد المقولة ديال العقل السليم في الجسم السليم كبرات معنا وبدينا كنسيرو دون أن نمارسها. كنتمنى صادقا أن تنجح كما كانت تنجح دائما مثل هذه التظاهرات هذه وكنتمنى حظ موفق للجميع المشاركين وشكرا للجنة الطبية وشكرا للمدرسة العليا وبارك الله فيكم. الآن مسؤول الرجاء أيضا لو كلمة حول الأولمبية الرياضية سمحت للعودي مرحبا بك وإليك كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم جدًا ممتعين بحضرة الخطة ديال فريق الوداد الرياضي في وفاة ديال المشجعين وبصفة فريق الرجاء الرياضي كنوجه التحية والشكر للمدرسة العليا للكهرباء والميكانيك على الدعوة هذه وعلى الحرص ديالها على إشراك يعني تعطير سي كرة القدم الرجاء والوداد في هذه التظاهرة الرياضية الأولمبية في نسخته 17. فخور صراحة بالتواجد في هذه التظاهرة الرياضية فخور أنني تواجد في مدرسة تتخرج قطر عليا من خيرة يعني الشريحة ديال المجتمع يعني طالب اليوم هو إطار الغد أن توصفوا بهم الخير ومن يعني ويكونوا هما يعني المستقبل ديال هذا البلد الكريم هذا اللي كنترجاو أنه يعني يكون مشرق غد مشرق إن شاء الله ويكون مستقبل أفضل لهذا القطر إن شاء الله اللي كينتظرها مستقبل واعد. كلمة ديالي غتكون غير كنتمنى هو تمني أن لا متكونش يعني الرياضة بالنسبة للمهندس أو بالنسبة للطالب عموما محصورة في مناسبات بحال هاد الأولمبياد أو هو مهم أن الطالب يخرج من الجو ديال الدراسة الجو ديال الرياضة الجو ديال الترفيه الجو ديال التبادل الثقافي الجو ديال تبادل التجارب بين المدارس العليا ديال المهندسين وغيرها ولكن الأهم أكثر أن هاد الرياضي يكون عنده حضور وازن في الحياة اليومية ديالنا باش يكون طالب حيوي نشيط خصو يكون واحد الطالب اللي هو رياضي ميكونش يعني الهم ديال الدراسة كيغلب على الهم ديال الرياضة بطبيعة الحال كنا كنكون متفوقين في الدراسة ديالنا نكون متميزين ولكن الرياضة مهمة ومهمة بزاف تاني ما تقتصرش كنتمنى أنها ما تقتصرش على هاد الأولمبية فقط ولكن تكون واحد الممارسة اللي هي يومية كيف قال السي محمد طلال الجسم السليم في العقل السليم والرياضة بطبيعة الحال يعني عنده واحد الدور اللي هو كبير كنتمنى النجاح لهذه الدورة هذه نجاح يكون كبير يكون متميز كنحيي هذا الوطن وهذا الاجتماع على هذا العمل الكبير اللي قامت به صراحة يعني عمل يستحق كل التنويه ونتمنى أن هذا العمل يكمل بواحد النجاح ديال الدورة هذه وتكون متميزة وتكون تغطية إعلامية كذلك في المستوى اللي تواكب هذا المجهود ديال الطلبة هذو وشكرا. مسؤول التواصل والإعلام لنادي الرجاء الرياضي بمناسبة هذا الندوة الصحفية والحفل الافتتاحي للأولمبياد الرياضي للمدرسة العليا الوطنية للميكانيك والكهرباء ستشهد المدرسة اليوم توقيع شراكة بين جمعيتين في إطار مواكبة سباق المدرسة العليا الوطنية للكهرباء والميكانيك 10 كيلومترات التي يقام سنويا خلال شهر مايو. الشراكة يتم توقيعها الآن بين جمعية أصدقاء الحي الحسني والتي يمثلها السيد المتوكل وجمعية رئيس تايما ويمثلها السيد يوسف النبوي. لن أطيل عليكم سأترك الكلمة للسيد فؤاد المتوكل رئيس جمعية أصدقاء الحي الحسني الذي يقدم المغزى من هذه الشراكة.
كانت فرحة لنا إن شاء الله غادي نضمن السباق ديال 10 كيلومترات على الطريق ديال الدار البيضاء. هاد السنة كيعرف توقيع اتفاقية بين جمعية السباق الحاج الحسني وراس الصايمر، كنشكرو السي يوسف النداوي اللي جا اليوم من الرباط. كان هو معلوم هاد السباق غادي يدور ان شاء الله يوم 8 مايو في الدورة السابعة ديالو، وان شاء الله كاينين شراكات اخرى مع عدة شركات ان شاء الله اللي غادي تتم في غضون ديال الايام القادمة ان شاء الله. نتكلم الآن للسيدور يوسف النبوي عن شركة رايسان. سنحضر توقيع الشراكة بين جمعية أصدقاء الحي الحسني وشركة رايس سام قبل أن نتمم مع بقية ضيوفنا الأعزاء. الأولمبياد في هذه المدرسة الوطنية العليا للميكانيك والكهرباء. أعطينا الكلمة للمسؤولين الإداريين لمدير المدرسة. الآن الكلمة هي لكرة القدم الوطنية ولنجومها، ولكن قبل أن نعطي الكلمة للنجوم المتواجدين على المنصة ضروري أن نشير بالتواجد الفعلي معنا اليوم لأحد نجوم الوداد الرياضي السابقين ولاعب سابق في فترة التسعينيات، المهاجم رشيد تفاح المتواجد معنا، والذي نتمنى له بالمناسبة الشفاء العاجل من وعكته الصحية. رشيد تفاح، أبا إلى أن يكون حاضرا معنا خلال هذا الأولمبياد وخلال هذه الندوة التقليدية، فالعمر للتصريح بحرارة والدعوة للدعاء لرشيد تفاح بالشفاء العاجل إن شاء الله. إذن نتوجه بالكلمة الآن إلى نجم الكرة المغربية السابق لاعب الوداد الرياضي في أواخر التمرينات
وبداية التسعينات هتاف البطولة الوطنية آنذاك وهتاف المنتخب الوطني سابقا حسب نظر احترافا لمجموعة من الأندية العالمية أشهرها بالفريق هنا البرتغالي وفرنسي حيث توج هناك هدف للدوري البرتغالي قبل عودته لممارسة مهنة التدريب بأرض الوطن. حسن بدر مرحبا بك وكلمة لك بخصوص تواجدك معنا في هذه التظاهرة. السلام عليكم. تعرفوا بأن احنا القوانين من هنا نهضروا في التيران احنا نهضروا في التيران. طبيعة الحال فبكل شرف وكل فرح وكل سرور للبيت الدعوة باش كنا حاضر مع الطلبة ديال المدرسة العليا للميكانيك والكهرباء للأشقاء الأولمبيان. كنعرفوا بأن الأولمبيان يعني ما كتكونش فيها الرياضة، الأولمبيان كبار الأولمبيان العالمية اللي يكون موجود يعني يكون لجميع أنحاء العالم اللي كتبادل فيها ثقافات يعني كيتعرفوا بها يعني شعوب من بعضهم. هنا الأولمبيان كتكون لهم يعني بالمدرسة غيكونوا العديد من الطلبة، فلهذا اللي كنتمنى هو تكون موجود فيها الروح الرياضية يعني ونستمتعوا بها ماشي غير في الرياضة يعني كذلك في من ناحية الثقافة ومن ناحية يعني العديد من الأشياء. كنتمنى لكم التوفيق وشكرا. حسن لازلنا معك في نقاش كلمة فقط هي كانت تقديمات في الكلمة الآن لمحمد برجي. محمد برجي أيضا هداف الوداد السابق أن توج معه لقب الدوري الوطني عام 2006 كما مارس رياضة الجيش وتوج معه لقب البطولة. محمد برجي يشرفنا أيضا بحضوره في هذه الندوة التقديمية. كلمة محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تشكر المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك على هذه الاستضافة، وتتمنى إن شاء الله بعد هذه الأولمبية اللي تعمل نتمنى والله تكون كبطولة. يعني أنا الحمد لله ربي يسهل يمشي الشموع في البلدان الأوروبية وبعض الدول الآسيوية. يعني الرياضة تتمارس واللي تتعطي واللي تتنتج وتتعطي رياضيين كبار وتتعطي مؤطرين وتتعطي اوطون يعني في المستوى اللي تينجحوا البلاد اي بلاد اللي تيكونوا فيها. يعني تنشوف في الجامعات يعني في مدارس عليا او في جمعيات كبار تنظر بان احسن وسيله يعني اللي يعطي رياضي متكامل يعني إنسان متقاف، إنسان تعرف حق الرياضة، وبالتالي بأن أي دول في العالم، الدول اللي تيكونوا كبار، الدول اللي واصلين، تنظر بأن الرياضة تعطيها واحد القيمة كبيرة، وتعطيها كاع، والرياضة مع ضروري تكون معها تكوين، يكون معها أطول، يعني أنا ذاك الرياضي خصني نكون عندي مستوى دراسي ومستوى ثقافي اللي نقدر نفيد به الرياضة ونفيد المحيط اللي حداي. نتمنى البادرة هذه تكون في جميع المؤسسات وجميع المدارس والجامعات المغرب، لأن الرياضة هي اللي تنهض الشعوب، ونتمنى إن شاء الله تكون هذه البادرة اللي تنهض بها البلد هذا، وتكونوا أنتم إن شاء الله الصداقين في هذا الشيء، شكرا. شكرا لمحمد برجي، كنت سأعطي كلمة أخرى لضيوف الكرام، لكن أفضل أن تكون الكلمة لكم ولزملاء صاحبين اللقاء هو لقاء مفتوح مع نجوم كرة القدم الوطني السابقين الحاضرين معنا. الكلمة لممثلي وسائل الإعلام وكذلك للطلبة، أي تدخل يعطون الاسم المنظر بالنسبة للطلبة كلهم يطرحوا الأسئلة على النجوم ديال كرة القدم الوطني المتواجدين معنا. السي عادل الرحموني، عادل الرحموني كاتب العام اتحاد الصحفيين الرياضيين من موقع مارش بريس. السلام عليكم. عادل الرحموني مارش بريس.com.
فقط انا بالنسبه لي عندي واحد التساؤلات لجان المنظمه والمؤسسه. كنشوفوا بانه 17 سنه اللي دازت على هذه الدوره هذه ديال الاولمبياد. اولا الى كنا 17 سنه سأدير انه راه هاد الناس راه مشاو بواحد احتلافيه كبيره باش انا نوصلوا لهاد النسخة 17. ملي كنقولوا 17 سنه كيبان لي الان في المرصق دي بارتنير ميديا، وهذا السؤال موجه للمسؤوله في الخليه الاعلاميه، ان لي بارتنير ميديا اللي شت دابا كاينه يمكن حضور ديال 20 صحفي اللي في هذه الندوه الصحفيه، ولكن لي بارتنير ميديا لا واحد فيهم اللي حاضر. هذا كيدعو للتساؤل انه غتكون بارتنير ميديا وما تحضرش الافتتاح وما تحضرش الزنج. اذا هنا 17 سنه عندها واحد القيمه، اذا خص اللجان الاعلاميه تراعي هذا الجانب. واللي حاضرين هنايا ما كايناش بارتنير ميديا. السؤال الثاني بالنسبه للميزانيه ديال 17 سنه، هذه الميزانيه ديال واش المؤسسه ولا الجمعيه، يعني كنلاحظوا كاين لي سبونسور، واش الجمعيه الان وصلت لواحد 17 سنه يعني خاصها تكون في واحد المكانه احترافيه كبيره لهاد الدوره، وشنو هو الهدف الاسمى، شنو عطات هاد 17 سنه بالنسبه لهاد الرياضه هذه على المستوى الوطني. ثم كنشوف المساله الاخرى والتي خجلنا نحن في مكان هاد الناس هادو اللي هما جوج ديال الناس اللي كيعتبروا راسهم ابطال في الملصق انهم ما يحضروش. اذا هنا اذا كانت 17 سنه خاص نورمالمون يكون دي كونطرا مع هاد الناس باش يكون الصور ديالهم نجوم في الملصق، باش حتى هاد البطل الا ما حضرش يخلص ضعيره، انا خاصها تكون كونطرا. ماشي ان بطل العالم ويخدم الناس وكنشوفوا ان المسؤول الجامعي يحضر يعتذر في النيابه ويقفل التليفون ديالو. اذا هذا هما تقريبا الاسئله اللي عندي. شكرا سي علي بالمناسبه، هو الكاتب العام لاتحاد الصحفيين الرياضيين ويمثل موقع مارش بريس. ساجيب عن السؤال الثاني قبل ان اترك الكلمه للسيد انس الزعري. بالنسبه للسؤال الثاني هنا وجبت الاشاره انه السيد هشام ابو شروان اللاعب الدولي السابق ولاعب الرجاء الذي اعتذر في اخر لحظه صبيحه اليوم نظرا لكون ابنته ضيشتها تمر بوعكه صحيه، وحقيقه لو اخبرنا بالامر من ثلاث ايام هو كان تقبل الدعوه بصدر مرحب وكان متفاعما لاقصى درجات طيله الاسبوع. احنا قبلنا اعتذار هشام ابو شروان للاسف محمد ربيعي اخر لحظه اعتذر كذلك، وكانت اللجنه المنظمه بصراحه يعني كانت تعول على الجمهور الوازن كذلك البطل العالم بوزن 69 كيلوغرام محمد ربيعي، للاسف لم يحضر معنا. لم المباراه سي انا الزعري تقول لي بانه عنده مباراه محمد ربيعي لن يكون حاضر في مباراه اليوم، على عيني نتمنى ان المانع يكون خير بالنسبه لمحمد ربيعي ولسي محمد لويني نائب رئيس الجامعه الملكي المغربي مولاي عمران. كلمه للسي الزعري للاجابه عن سؤاله. تساؤلات مهمة وتساؤلات يعني تزيدنا حماس أكثر من أجل يعني نخدموا مرة أخرى أكثر، وكتعطينا واحد الفكرة هو أن يعني الصحافة كتقوم بالدور ديالها، وهذا يعني شرف ليا. بالنسبة لصفتي يعني المسؤولة الإعلامية بالنسبة للي بارتنير ميديا، حنا ملي لونسينا الحدث ديالنا ملي لونسينا يعني لي زولمبياد ضروري خاصنا من التغطيه تاع الحدث، وبالتالي كانوا يعني بعض الصحافه هما اللي كانوا كيقترحوا علينا، كانوا في لاباج ديالنا كيجيو كيقول لك فوالا حنا غنديرو ميديتيزاسيون ديال ليفينمون ديالكم هادشي قبل، وكنا كنرسلوا العديد يعني من المنابر الاعلاميه كنرسلوهم كيجاوبنا كاين ما كيجاوبناش،
وحنا اشرفوا يعني هاد لافيش هادي راه تبدلات بزاف المرات مرة كنزيدو واحد كنقصو واحد كنزيدو اللي كيكونفيرمي كنزيدو اللي كاين اللي مكيكونفيرميش كنقصو هكذا يعني حيت حنا خصنا ننشرو لافيش ديالنا باش الحدث يتفاعل وبالتالي خصنا نحسنو في هاد المسألة. وبالنسبة لداكشي علاش حاولنا نديرو ندوة صحفية باش نستقبلو يعني صحافة أخرين يجيو باش يعني الحدث يتفاعل. أنا واحد كتقول لي فوالا عندنا واحد ليفينمون غادي تمدي تيسيه كاين اللي مكيشوف لي ميتالو كاين اللي كيقول لك فوالا كاين شي حاجة يعني كيبقى داكشي قبل ولكن نهار الحدث اللي هو اليوم يعني برهنتم يعني على الحضور ديالكم الوزير وهذا يعني دعوة باش تكون شراكة يعني من دابا باتجا يعني من دابا المستقبل المقبلة غنكونوا عارفين شكون هما لي ميديا اللي كيهتموا بهذا الحدث هذا شكون هما لي ميديا اللي غادي نديروا معاهم لي زولانكيات وغنديروا معاهم التغطيه تاع هذا الحدث. وشكرا لكم. الفكره الاخرى اللي بغيت نشير ليها هي تاع الكونفرنس دو بريس هذا العام هذه هو لا ديسيون 17 تاع لي زولانكيات ولكن الكونفرنس دو بريس ما كانتش كتبان يعني نقدر نقول ثانيه دونك النسخه الثانيه تاع الكونفرنس دو بريس كنهضروا توس في اكتيفيتي سبورتيف ارتستيك يعني اي حاجه كانت قبل 17 عام كدير كل عام كدير هذا الشيء لقطعينا يعني هذا الحدث هو حدث مهم وبالتالي الحضور ديال الصحافه غيكون يعني غيكون حضور وازن وبالتالي لقطعينا ان هذا الكونفرنس دو بريس تستمر. كان العام اللي فات للاشاره العام اللي فات يعني كانت غير بين الطلبه وكانوا الطلبه اللي كيسيروها والطلبه اللي كيحطوا المحاور ديالها وكيسيروا اطوار الندوه ولكن هذا العام يعني هالعام بصفة خاصة حاولنا نستدعيهم أنا بالصحة الصحفية باش يتطوروا على هاد المدارس تاع الهندسة ويخلقوا يعني شراكات مع بعضياتهم كيفما وقع الآن وباش كذلك الطلبة يعني يخرجوا من عالم الدراسة ويشوفوا يعني العالم الصحفي. النقطة الأخيرة اللي هي ديال المهرجان يعني لاديسيون ديال 17 بيان سور الانسان يعني الاولى هي اللي كدير اكسيسيون بوغ هاد لاني حيت سي قافيا في الاولى اللي كدير الزولامبياد ديالها فالحضور ديال الطلبه كيكون واحد الحضور هائل جدا يعني كتكون واحد الاجواء رائعه جدا بارابور لي ديزون فريكول دونك هاد 17 يعني لفت انها اعرف الاولمبياد يعني عطاها واحد الشعبيه خطيره جدا في الساحه ديال المدارس. شكرا لكم مره اخرى. لتكمله التساؤل تاع الاخ الصحفي على الجمعية أن هذه هي النسخة 17 لابد أن يكون الاسبونسور بكيفية كشيرة أو أن كيف يكون تمويل تاع التظاهرة الرياضية. للإشارة أن الجمعية هو من هذا العام والعام الثالث لها في الوجود كجمعية. إذا نحن الآن كجمعية طلبة مهندسين عندنا 3 سنين في الوجود ولهدف هذه الأشياء اللي وصلنا لها راضيين بها ونعتبروا باننا جد فخورين بهذا المستوى اللي وصلنا له في 2 سنين. دونك من قبل كانت ولازلنا هذا الاولمبياد كدار بتعاون ما بين الجمعيه وبين اداره المؤسسه. دونك ما كنديروش كل شيء لوحدنا ولكن هناك تعاون ما بين جمعيه الطلبه المهندسين وبين اداره المؤسسه والهدف هو ان التعاون نبقاو فيه الى ان تصل الجمعيه أن تكون مستقلة بذاتها في تنظيم مثل هذا المهرجان. وكذلك من هذا المنبر كنبغي نشكر السبونسور اللي تعاقوا فينا ونبين لهم شكر خاص للشركة العامة التي يمثلها السياسي حاضر معنا وكذلك الشكر العام لسيوس كابين وكذلك الشكر لجروب اي جي اس وفوت بول جوميا بلو بوان ا وكذلك لبارتنير ميديا لبارتنير شكرا. 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 من الإشادة بالحضور الوازن لبعض وجوه الإعلامية المعروفة على الساحة معنا اليوم السي هشام الرام اللي هو معروف لدى جمهور المغربية كمحلل بقناة ميديا تي في. ضروري تفضل يعطينا كلمة أيضا للمشاركين السي هشام. السلام عليكم. كنظن انه بالعاده الندوه الصحفيه هي مديوره باش الصحفيين يطرحوا اسئله ولكن انا ما نطرحش سؤال فقط غنقول كلمه تشجيعيه لانه بصدق انا فخور بكم كاملين لانه ملي كنشوف هذه الوجوه هذه
فكنشوفوا المستقبل، وملي كنشوفوا المستقبل كنشوفوا انه المغرب بخير. فكنظن انه الرياضه هي بالنسبه لكم نشاط موازي، وبالتالي فكنظن انه كيبان واحد الاجتهاد كبير في هذا النشاط الموازي، وبالتالي فكنظن انه في العمل ديالكم اليومي اللي هو الدراسه ديال الهندسه فيعني انكم كتبذلوا مجهود اكثر، وهذا كيبشر بالخير. يمكن انه الانسان هذه الاولمبياد ديالنا نتبعها شخصيا يعني منذ سنوات، كنت كنتبع عن طريق التلفزيون وكذلك عن طريق الانترنت، وبالفعل هي فكره جيده جدا، ولكن اقترح يعني انه لماذا انكم تدوزوا لمرحله اخرى من التنظيم ومن التعامل مع التظاهرات، لانه يمكن انه الرياضه ملي كنطلعوا المستوى الجامعي يمكن كيقل هذاك الاهتمام بها بالنسبه مقارنه مع ملي كتكون تلميذ، ولكن كنظن انه اولمبياد ممكن تكون نواه ديال فكره تكون اوسع واشمل، لانه ممكن اكتشفوا من خلالها رياضيين يربحوا من المغرب، لانه على مستوى الرياضه الجامعيه كاين منتخبات وطنيه اللي كتمارس، ويمكن انه كتلقى مشاكل باش توجد عناصر اللي يمكن تمثل المنتخبات الوطنيه، وكيف ما كنعرفوا جميع فمثلا التجربه ديال الولايات المتحده الامريكيه ما كاينش انديه، يعني الجامعات هي اللي كتزود المنتخبات الامريكيه بجميع الرياضيين المعروفين اللي كيشاركوا في الاولمبياد كيفوزوا بالالقاب، لما لا تكون هذه الاولمبياد هي نواه صغيره هذه التجربه الامريكيه باش يمكن انه المستوى الجامعي هو اللي كيعطينا هذوك الرياضيين ديال المستقبل. كنهنيكم على المجهود اللي كديروا، ونتمنى لكم انكم تكونوا في يعني في افضل حال في المستقبل، وشخصيا يعني اذا كان اي مساعده يمكن انه نساهم بها معكم فانا موجود. مرحبا بكم. شكرا سي هشام رمرم. كلمة ايضا لزملاء الصحفيين او للطلبة لبداية. تفضل سي عمر شريبي عن هيثم. كلمة تحفز لي وتشجع هاد الشباب اللي اليوم الناس على أننا نتواجدوا فيهم. يمكن ما حضرش الرابع يوم، ما حضرش هشام رجلون، ولكن اليوم لازم كسبتك ودور الهداف كبير اللي مر في تاريخ البطولة الوطني وفي الدوري البرتغالي اللي هو حسن نادر، هداف كبير اللي صنع هدف كبير في البطولة وفي تاريخ الديربي اللي هو بورجي، وكسب أيضا حضور قطبي مدينة الدار البيضاء بشخصية مسؤولي الإعلام. يمكن لإنسان إلا يكون فخور بحضور الوزن. فقط اليوم هذا حدث عنده رمزية كبيرة في مدينة الدار البيضاء، واحد الترفيه اللي هي عاصفة على مدينة الدار البيضاء، وكنعرفوا اليوم الشباب المغربي وجمهور البيضاوي الرياضي اقترن به الشباب واحد الترفيه اللي هي عاصفة. أكيد أنه هذا الشباب اليوم عنده واحد الرسالة نبيلة بأنهم يوريو أن الشباب البيضاوي قادر أنه يعطي واحد الصورة مشرقة مشيئة للرياضة الوطنية من خلال تنظيم هذه التظاهرة اللي هي اليوم في نسخة 17. فقط أنا عندي دعوة لهذا الشباب أنهم اليوم من خلال هذه التظاهرة يمكن يرفعوا واحد الطلب على أنه اليوم المغرب يحتاج أنه يهتم بالنظام السبورتيفي، لأن الرياضة الوطنية في حاجة ماسة لهذا النظام اللي هو السبورتيفي اللي عطى الأوبل ديالو والتيمار ديالو في بلدان أخرى. ويمكن من خلالكم من خلال نجاح ديال هاد التظاهرة، من خلال نجاح ديال التظاهرة ومؤسسات أخرى غادي تبغي دير نفس تحدو على نفس المصالح ديالو، وناخذوا هاد البادرة على أننا نستوعبوا فعلا ديك السبورتيفي في المغرب، لأن الرياضة المغربية اليوم هي مريضة. وأول حل كيبان لي أنا شخصيا من موقعي إعلامي رياضي أنه نبدأ بالجامعات ونبدأ النهوض بالرياضة داخل الجامعات، لأنه هذا هو المشي اللي بغينا نحسوا به ثمار النجاح في المستقبل. وشكرا. سؤال زملاء الصحفيين أو نمر إلى الطلبة الكرام. تفضل الأخ اسم الكامل. بالنسبة للسيناريو سيبورسي،
تحية للطلبة الاثنين وتشكركم صراحة على هذا الأولمبياد. من طوشت في المدينة السؤال ديالي فيه شقين. الشق الأول السؤال ديالي على الساعة الطائرة الساعة، كيفاش كيشوفوا الأجهزة الرياضيين هاد الطائرة الساعة؟ وشنو الحلول اللي ممكن أننا باش نتجاوزوا هاد الطائرة الساعة؟ لأنني صراحة حتى اللاعبين كيتحملوا واحد المسؤولية كبيرة في هاد الطائرة الساعة، لأنهم عندهم صراحة كفاءات باش ممكن أنهم يحدوا من دار الساعة. السؤال الثاني موجه رياضيين كيموتوا في بطء صراحة. عدة نجوم سابقين ما بقناش دابا كنعرفوهم مرات، هل خاصو باش فلوس الكرة، هل خاصو شحال من حاجة. واش كتشوفوا أن كرة القدم المغربية قادرة على أنها توفر واحد المدخول اللي يكون به الإنسان العادي؟ وشكرا مرة أخرى لحضور النجوم. وشكرا. الشباب الماشي اللي وصلنا ليه الشباب في المغرب اللي ما كنشوفوش في الدول الاخرى، مثلا كنشوفو بانجلاند تقريبا عندي 16 سنه ديال الاحتلاف باوروبا. مثلا كنا كنعرفو كنا الاوليغاز، الاوليغاز نعرفو بعد داكشي يعني في بلجيكا، يعني دخل يعني الحكومه الانجليزيه خدات يعني قرار اللي باش حدات في داك الشهر. الان كنشوفوا بان الناس كتمشي للملاعب في انجلترا، يعني كيشوف قدامه الملعب يمكن له يعني يقفز يمشي للملعب، ولكن كتشوف كلشي جالس كلشي كيتفرج كلشي كيشجع. عكس واحد الفرقه بحال كيصفقوا الفرقه خسرات كيصفقوا. كنتذكر واحد المره يعني اللي كنت مع بنفيكا مشينا عندنا في انجلترا وربحنا ب 7-2، يعني بحال خاصه في الميدان ديالو نستنى المقابله. رغم ذلك الجمهور كله وقف، اللاعبين الخصم وقفوا وسط الملعب كيصفق، الجمهور كله وقف كيصفق اللاعبين رغم انهم يعني خسروا معنا ب7-2. حنا كتشوف ولكن المشكل الكبير هو العقليه، لان حنا مازال ما وصلناش ديك العقليه عاد باش نقولوا باش نلقاو الحل. لان الحل لان حتى بالامن الان هنا في المغرب ولا حايم مع هاد الشباب. لان هادشي اللي وقع هادو اللي مؤخرا ديال الجمهور الولادي اللي ماتوا لان الفريق العسكري نازل في المباراه، هذوك الناس اللي خدوا ديك الحافله ودخلوا في يعني في ديك الفورمولير بهذيك الطريقه بهذيك الوحشيه. لان كتشوف واش هذاك اللي كيقتل الاخ ديالو المسلم ومغربي، يعني لان كلنا مغربي وكل مغربي، لان هذا الشيء اللي وصل ليه هاد الشباب هذا كيخصو حل. والحل كيبان في انجلترا، لان كاين اللي تحكم سنه سنتين 5 سنوات 10 سنوات، كاين اللي يدخل السجن، كاين اللي يتمنع باش يدخل الملعب، كاين اللي نهار المقابله كيمشي يعني الخفر ديال الشرطه كيبقى يعني جالس تما حتى كتنتهي المباراه عاد كيمشي. يعني الان كنشوفوا مابقاش يعني حدو من الشعب. هنايا قلت لك هي العقليه، العقليه ديالنا ما وصلناش لواحد الدرجه ديال يعني واحد 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 التربيه، لان الاغلبيه ديال الشباب يعني حنا كنهضروا على عمر القصيرين، يعني ماشي القصير اللي كيدير الشباب ماشي حال القاصر، لان القاصر كيتبع هذاك اللي كيكبر منه باش كيدير الشغل. لهذا كنقول بان حنا مازال وصعيب باش نحدو من الشغل، رغم انهم كيقولوا بانهم غيمنعوا الجمهور ما يبقاش يعني يسافر باش يشوف الفريق ديالو، لان هذه انا ما متفقش معها، لان الجمهور كيخصو يمشي يتفرج. رغم انهم كيقول لك مثلا الديربي ما يحتاجش الجمهور، رغم انه لو كنت منعو الجمهور ما يدخلش، لان انا تمنعني انا ما نتفرجش. داكور هذا كيدير الشباب، ولكن ما عرفتش كيما حرمكم انتم ما تشوفوش ما تدخلوش المباراه، لان هذه ما كيتقبلهاش العقل. لهذا فاش يعني كنشوفوا لان كنسكن في معارف، ملي كنشوف داك الجمهور اللي خارج من الميدان كنشوف تقريبا غدا مجموعه واحد 15 حتى 20 شاب، يعني مخلطه ماشي غير القاصرين، يعني بين
شوف بين 14 سنه و 25 سنه يعني تقريبا اللي ولاو الان ما بقاوش كيمشيو في الشوارع اللي ولاو كيدخلوا للاسقه وكيبدي يعني في السرقه يعني كيتلقاو النساء يعني مش تبعينيه يعني الا تقدم واحد بنت ولا واحد امراه يعني داكشي اللي كيديروا ليها حيدوا لها حوايجها حيدوا لها حصه يسمخوها الراجل واحد الخشب ديالو غادي يقضي وليداتو حيدوا لي داكشي حيدوا لي فلوسو انا عاد كنشوف هاد الناس واش كتفكر تفكر بان هذيك تقدر تكون با هذيك تقدر تكون اختو هذيك تقدر تكون امو لان ملي كتهرس الطوبيسات راه الطوبيسات كاين ناس كتفيق بكري مسكينه باش تمشي تخدم انت كتهرس دوك الطوبيسات الناس كتلقى شاري طوموبيل كريدي كتجي تهرس عليه هو بدار مع الطوموبيل مع يعيش ولادو يقرب عليهم ويجي انا كنشوف هاد الناس واش كيفكر يعني بهذه الطريقه ولا كيفكر غير باش يخرج وكنظن بان كاين ناس يعني اللي معقولهم حتى هما اللي ورا كتكون عندهم هدف من يعني من هاد الشغل لهذا حنا مازال صعيب كنشوف باش غادي نحدو من الشغل وكذلك غادي نمشي معكم بعيد لان ملي كتدخل واحد كيدخل السجن كيدوز فيه شهر وكتخرجو ولا كتمشي تطلب عليه ولا كيمشي لكبو رئيس ديال الفريق كيمشي تخرجو بطبيعة الحال حتى هو كيقول بانني ندخل اليوم غادي نخرج غدا وغادي نكمل في هذا الطريق ولكن هذا كله كيرجع يعني للعقليه عيب واش كيفاش كنمشي في مايوركا في 1992 خرجت من الملعب غادي نطلع بالسياره ديالي جا واحد الدريح ديال الطوموبيل قال لي عطيني اوتوغراف الاب ديالو جا يجري سد الباب ديال الطوموبيل جر الاب ديالو قال لي خاصك تطلب الاذن هذا هو الاول عاد باش تطلب الاوتوغراف يعني هذه بقات يعني بقات من طول خلي دماغي هنا يعني كتشوف شنو الاب كيف كيربي الابن ديالو يعني هذه التربيه وهذه هي العقليه لهذا فاحنا اول حاجه هي العقليه ديالنا خصها تكمل العام نشوفوا حوايج خدمه.